السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من خلاله سنقوم بتجربة لويندوز 95. نعم سنقوم بتجربة نظام ويندوز 95 في سنة 2020 وما هي المميزات والأمور التي قدمها ويندوز 95 بالمقارنة مع عصرنا الحالي ومع ويندوز 10 والأمور الرائعة جدا التي وصل إليها العلم والتكنولوجيا بصفة عامة. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم الذكي فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وأيضا قم بتفعيل جرس التنبيهات. أيضا إذا كنت غير متابع لحساب العالم الذكي على الإنستغرام فأنصحك بشدة بمتابعة الحساب من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو. أيضا إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله. طبعا أول شيء نلاحظه هي واجهة تشغيل ويندوز 95. نعم الشكل البسيط جدا الشكل القديم وهنا يقوم بكتابة Starting Windows OS وهنا تلاحظ اللون الخاص بويندوز 95 ويطلب منا إدخال اليوزر نيم والباسورد الخاص بالنيتورك. طبعا هنا ليس لدينا نيتورك لذلك سنقوم بالضغط على Cancel لتجنب هذه الواجهة والدخول إلى الحاسوب مباشرة. أول شيء تلاحظه هي الأيقونات وشكل الديسكتوب أو شكل الواجهة الرئيسية الخاصة بالحاسوب. صراحة واجهة بسيطة جدا أيقونات تظهر فيها البيكسلز ليس هناك أي دقة أو جودة شاشة أو يعني أشياء رائعة جدا في الويندوز 10 على سبيل المثال. هنا لديك البساطة بشكل كبير جدا. سنقوم بتغيير الخلفية على سبيل المثال نقوم باختيار أي خلفية وكما نلاحظون حتى الخلفيات لا يمكنك يعني تكبيرها لحجم الشاشة بالكامل. هنا لديك باترنز ليس هناك طبعا خلفيات معروفة على سبيل المثال خلفيات جبال أو خلفيات بحر أو أي شيء من هذا القبيل. لا لديك فقط خلفيات باترن يعني أشياء يقومون بعمل لها لوب ويقومون بإضافتها إلى خلفية الحاسوب. نقوم بإضافة على سبيل المثال خلفية زرقاء أو أي شيء من هذا القبيل فقط للتجربة وللاستمتاع بهذه اللحظة صراحة لأنها لحظة رائعة جدا تذكرنا بالجيل القديم وبالجيل الذهبي إن صح التعبير. لا سنقوم برجع يعني الواجهة الأصلية لون واحد فقط أفضل من هذا اللون. طبعا لديك خيارات أخرى على سبيل المثال سكرين سيفر الذي من خلاله يمكنك إضافة واجهة وأيضا يمكنك تغيير ألوان النوافذ الخاصة بويندوز 95. تخيل معي هذا صراحة يذكرني بويندوز XP لا أعرف لماذا أنا شخصيا يذكرني بنظام ويندوز XP لأن أيضا فيه هذه الميزة وقمنا بإضافتها في الوقت السابق في الحواسيب القديمة بكل هذه الأمور. هنا لديك الأيقونات الخاصة بديسكتوب على سبيل المثال ماي كمبيوتر انترنت اكسبلورر والعديد سنقوم باكتشافها واحدة تلو الاخرى. على سبيل المثال هنا لديك ماي كمبيوتر بها الفلوبي ديسك. نعم هناك فلوبي ديسك وهناك الهارد درايف الذي يوفر حجم 2 جيجا بايت. نعم تخيل معي 2 جيجا بايت في عصرنا الحالي وصلنا الى 10 و50 تيرا بايت. هنا لديك 2 جيجا بايت وطبعا لديك المجلدات الخاصة المعروفة جدا في الويندوز على سبيل المثال بروجرام فايل وكل هذه الأمور. طبعا سنقوم بالرجوع. هنا لديك الكنترول بانل من خلالها يمكنك الدخول إلى لوحة التحكم ولديك البرينترز وصراحة أشياء بسيطة جدا على الويندوز 95. ثاني شيء سنقوم بتجربته وهي الانترنت اكسبلورر وتخيل معي هذا جوجل محرك البحث شغال على هذا النظام. نعم يمكنك تشغيل محرك البحث جوجل لكن جوجل فقط. إذا ما جربت الدخول إلى موقع يوتيوب أو أي موقع آخر فلن يتحمل الدخول إلى ذلك الموقع وسيعطيك يعني رسالة خطأ وطبعا هذا أمر متوقع إن صح التعبير لأن هنا لديك الانترنت اكسبلورر في البدايات ولا تشغل لا فلاش بلاير لا جافا لا أي شيء من هذا القبيل يعني ليس هناك أي شيء فقط يمكنك الدخول على محرك البحث جوجل ومشاهدة الصور على سبيل المثال أو مشاهدة صور الفيديوهات. حتى الفيديوهات لا يمكنك مشاهدتها على هذا المتصفح وطبعا لا يمكنك تحميل أي تطبيق آخر لأن التطبيقات لم تعد تشتغل على هذا النظام. صراحة أشياء رائعة جدا أستمتع صراحة بهذه اللحظة وبتجربة نظام قديم جدا يوفر لك أشياء قمنا باستخدامها في السابق على الويندوز 95 وعلى الويندوز XP صراحة أشياء رائعة جدا.
أيضا من الأيقونات لديك أيقونة Network Neighborhood. نعم في Windows 10 الآن أصبحت اسمها Network، من خلالها يمكنك مشاهدة الحواسيب المتصلة بنفس Network الخاص بك. طبعا الآن أصبحت متطورة بشكل كبير جدا. هنا لديك Inbox، نعم أو ما تسمى بالWindows Messaging كما نلاحظ هنا، على ما أعتقد أصبحت Outlook على ما أعتقد، لكن على العموم الآن السيرفايس اسمه Windows Messaging. طبعا لديك Recycle Bin أو Trash Bin هما يمكنك تسميتها، طبعا من خلالها يمكنك حذف أي شيء تريده واسترجاعه. أيضا لديك هنا الأونلاين سيرفيسز، نعم بعض الأونلاين سيرفيسز أو بعض الخدمات الأونلاين على سبيل المثال أمريكا أونلاين. تخيل معي هذا، نعيش الآن في سنة 2020 ونقوم بتجربة أشياء من سنة 1995، شيء رائع صراحة، إحساس رائع جدا أن تكتشف هذه الأمور. أيضا لديك مايكروسوفت Work Calendar، أيضا لديك Outlook Express، نعم هنا لديك Outlook من خلاله يمكنك الذهاب إلى Outlook، وهنا لديك الـ MSN. نعم تخيل معي نظام الـ MSN الذي ظهر في Windows XP وكل هذه الأمور، اسمه الحقيقي The Microsoft Network. نعم هنا يعني الجيل الذهبي سيذكر معي جيدا الـ MSN قبل أن يظهر لا فيسبوك لا إنستغرام لا ميسنجر لا شيء من هذا القبيل. هنا لديك الـ MSN من شركة مايكروسوفت، طبعا هذا هو الإصدار الأول من الـ MSN، وطبعا لا يشتغل ولم يعد يشتغل الآن، لكن على العموم تجربته واكتشافه أمر رائع جدا وإحساس رائع. وطبعا لديك العديد من الأمور الأخرى، إذا ما ضغطت بضغطة الزر الأيمن ستجد العديد من الأمور الرائعة جدا والتي يجب عليك اكتشافها صراحة. إذا ما ذهبنا إلى قائمة Start ستجد العديد من الاختصارات، على سبيل المثال Internet Explorer، Outlook، وهنا لديك ميزة رائعة جدا وهي View Channels. حينما تضغط عليها كانت شركة مايكروسوفت توفر ميزة مشاهدة القنوات مباشرة على هذا النظام. نعم تخيل معي هذا، في سنة 1995 يمكنك مشاهدة القنوات، على سبيل المثال قنوات الأخبار، قنوات التكنولوجي، على سبيل المثال قناة تايم، قناة CNN، يعني القنوات المعروفة ستجدها متبة مسبقا. وطبعا حينما أضغط عليها الآن تعطيني قم بإدخال القرص المدمج لكي تشتغل معك. صراحة في 1995 كان يمكنك مشاهدة القنوات على نظام مايكروسوفت ويندوز 95، أمر رائع جدا وطريقة رائعة جدا أن تكتشف هذا الأمر في سنة 2020. وطبعا لديك العديد من الاختصارات الأخرى، على سبيل المثال التحكم في الصوت، نعم التحكم في الصوت، إضافة صوت، خفض الصوت، رفع الصوت، عمل له ميوت، كل هذه الأمور يمكنك التحكم فيها انطلاقا من هذه النافذة. نعم هذا بالنسبة لقائمة ستارت. حين إذا ما ذهبنا وضغطنا على قائمة Start ستجد العديد من الأزرار، على سبيل المثال زر Shut Down إذا ما ضغطنا عليه سيعطيك عمل Restart، عمل Shut Down، وعمل Restart للـ MS-DOS Mod، نعم طبعا وهو المود الخاص بالكوماندز وليس هناك أي واجهة أو انترفيس أو يوزر انترفيس، لا لديك فقط إدخال الأوامر والكوماندز في النظام الـ MS-DOS. طبعا لديك العديد من الأمور، على سبيل المثال ميزة Run التي من خلالها يمكنك كتابة أوامر. طبعا أوامر لم تعد تشتغل ولا أعرف لماذا، هل تم تغييرها؟ يعني في ويندوز 10 تشتغل، في هذا الويندوز أو في هذا الإصدار لم تعد تشتغل تلك الأوامر، ربما لأن الأوامر كانت محدودة في سنة 1995 والآن قاموا بإضافة العديد من الأوامر الأخرى. سنقوم بتجربة شيء آخر، على سبيل المثال يمكنك عمل سيرتش، نعم يمكنك الضغط على سيرتش والبحث على أي مجلد، أي ملف، أي شيء لديك في الحاسوب. وطبعا يعني ميزة السيرتش كانت بسيطة جدا وتقوم بالبحث لساعات ولساعات لكي تجد ملف، الآن أصبحت سريعة جدا وفقط تجدها في القائمة الخاصة بستارت. طبعا هنا لديك الكنترول بانل، من خلالها يمكنك التحكم في الحاسوب بالكامل، على سبيل المثال التحكم في الديسبلاي على سبيل المثال أو في شاشة الحاسوب وفي الريزولوشن. أيضا يمكنك إضافة فونتس أو خطوط، يمكنك التحكم في الكيبورد، إضافة اللغات، التحكم في سرعة الكتابة، كل هذه الأمور يمكنك التحكم فيها من هنا. أيضا لديك الماوس، يمكنك التحكم في سرعة الماوس، المودم، نعم الجهاز يشغل مودم ولا يمكنه تحمل الواي فاي أو أي شيء من هذا القبيل. لديك أيضا ملتي ميديا، نعم من خلال يمكنك التحكم في الفوليوم الخاص بالملتي ميديا وكل هذه الأمور، نتورك، باسوردز،
باور رينجرز من خلالها يمكنك التحكم في الطابعات يعني المثبته على الحاسوب او المشبوكه على النتورك الخاص بالحاسوب. لديك سيستم من خلاله يمكنك مشاهده قوه المعالج وقوه الرامات وكل هذه الامور. نعم هنا لديك 200 ميجا بايت رام. تخيل معي ان هذا الحاسوب يتوفر على 200 ميجا بايت رام، ليس 1 جيجا، ليس 2 جيجا، لا 200 ميجا بايت رام. وكنا نشغل حواسيب بنظام ويندوز اكس بي ب 512 ميجا بايت في الرام و256 ميجا بايت في الرام وحتى 128 ميجا بايت في الرام. تخيل معي هذا ونشغل عليه العاب ونتصفح ونسمع موسيقى وكل هذه الامور وليس هناك اي مشكل. طبعا لديك العديد من الاختصارات الاخرى، على سبيل المثال printers, control panel, my documents, channels، يعني جميع الشورت كوتس او الاختصارات التي يمكنك الوصول اليها سريعا انطلاقا من قائمة start. طبعا هنا لديك ميزة او نظام الامس دوس الذي من خلاله يمكنك كتابة اوامر، ولا اعرف لماذا الاوامر لم تعد تشتغل، ربما قاموا بتطويرها لدرجة لم تعد تشتغل على الانظمة القديمة من سنة 1995، لا اعرف، ربما هذا هو تحليلي الشخصي. ايضا لديك البرنامج الخطير الخرافي الجميل الذي قمنا باستخدامه لسنوات وسنوات ورسمنا عليه العديد من السيارات والعديد من المنازل، هو برنامج Paint. نعم المعروف جدا الذي من خلاله قمنا بالرسم العديد من الأمور على، أنا شخصيا استخدمته على ويندوز XP، لم أستخدمه على الويندوز 95، لكن لا أعرف ربما نفس الواجهة تقوم برسم خطوط وتغيير الألوان وإضافة على سبيل المثال صباغة وإيش من هذا القبيل، لا أعرف صراحة. قمنا باستخدامه لسنوات وتسلينا ورسمنا منازل ورسمنا سيارات ورسمنا العديد من الأمور. الآن أصبح برنامج فوتوشوب، برنامج لايت روم، برنامج أدوبي إن ديزاين والعديد صراحة من البرامج المتطورة جدا والعملاقة التي يعني لم تعد تقارن مع برنامج بانت. لكن لا يجب علينا نسيان الماضي الجميل جدا الذي قمنا باستخدام من خلاله برنامج بانت. كما نلاحظ هنا يمكنك عمل زوم على الخطوط وتغييرها وأي شيء من هذا القبيل. صراحة تجربة ويندوز 95 من أفضل التجارب التي قمت بعملها لحد الساعة. شيء رائع جدا أن تكتشف أمور قمنا باستخدامها في السابق وأمور لم نكن نعرفها موجودة على برنامج ويندوز 95. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى من صميم قلب أن تكونوا قد أعجبتكم الحلقة، حلقة اليوم حلقة خاصة، حلقة سبيشال لتجربة ويندوز 95 في سنة 2020. صراحة الويندوز تطور بشكل كبير جدا من ذلك الوقت، من سنة 1995 إلى سنة 2020، تطور كبير جدا في نظام ويندوز، العديد من الميزات أضافوها شركة مايكروسوفت، العديد من الأمور. صراحة التكنولوجيا تذهب بشكل صاروخي نحو الأمام. إلى هنا نضرب موعد في حلقة مقبلة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.